دلوقتي سريعا لزميلنا فاروق صلاح من امام استاد برج العرب. يا مساء الخير عليك. تحياتي ليكي شيما ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي. دايما جمهور النادي الاهلي بيضرب المثل، واحنا النهارده معانا حاله من داخل استاد برج العرب، معانا احد جماهير النادي الاهلي اللي قبل انطلاق اللقاء بلحظات قاعد بيذاكر. خليني في البدايه ارحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي واقول لك انت بتذاكر ايه؟ بذاكر حروب صليبيه. كليه ايه؟ اداب تاريخ. امتحانك وحريص ان انت تكون متواجد النهارده مع النادي الاهلي وتساند النادي الاهلي. ملناش غيره، ملناش غيره والله، هو الامتحانات هتيجي وهتظبط ان شاء الله، بس انا ملناش غير الاهلي. الرساله اللي تحب توصلها وتقولها لكل جماهير النادي الاهلي النهارده، انا شايف انت يعني خلصت المحاضره، وتقول ايه لعيبه النادي الاهلي؟ المهم تشوفوا احنا بنعمل ايه، ده بالنسبه للعيبه، تشوفوا احنا بنعمل ايه عشان خاطر نساند الفريق ونلعبه برجوله. ومحتاجين افريقيا، محتاجين التاسعه، البطوله وحشتنا، وحشتنا والله. احنا من 2013 ما خدناهاش. والسبت حبيبي. شيما ده كان لقاءنا مع احد جماهير النادي الاهلي اللي حريص زي ما قلت لحضرتك ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي انه يساند ويآزر النادي الاهلي على الرغم من الدراسه والامتحانات، ولكن كان حريص ان هو يكون متواجد. زي ما بنقول جماهير النادي الاهلي دايما العب برجوله، موت على الكوره، افريقيا للقبار، وانت اهل الاسطوره. ملناش غيره، الامتحانات بتروح وبتيجي، لكن الاهلي ملناش غيره.